شكرا سيد الرئيس. هل لي أن أدعو السيد الرئيس السيسي لكي يقول كلمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أنا أصف اليوم ده ولهذا الصباح بأنه صباح جميل مفعم بالأمل ومفعم بالسعادة. والمبادرة دي كل من ساهم فيها واشترك فيها، الجائحة فاجئتنا كلنا، فاجئت العالم كله، وبالتالي التحرك لها لجهة حل لها أيضا كان سريع وإن كان خد بعض الوقت. لكن إحنا بنقول في إفريقيا يعني أن نصل، يعني أحيانا المتأخرين خير من أن نصل لذلك. السيدات والسادة، يسعدني أن أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا مرنة المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية. إن وجودنا هنا اليوم هو انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك. ونتيجة للجهود التي بذلتها كل من فرنسا وجنوب أفريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية إفريقية أوروبية مشتركة لدعم القارة الإفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات، وأود هنا أيضا أن أثمن الجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهو ما يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار الجائحة. إن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية الشقيقة، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضا لدعم الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها. ختاما أود التأكيد على أن هذا الدعم الذي ستحصل عليه دولنا الإفريقية إنما هو خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التي نسعى إليها في المجال الصحي، وندعو شركائنا من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الإفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة. شكراً.